في المشكله بتبقى في ايه ابو ليلى شويه، ان في ناس بتبقى عارفه ان الحاجه دي غلط وبتعملها. يعني هو عارف ان هو زملكاوي بس عارف الحاجه دي غلط وبيعملها. طب انت بتعملها، ما انت بتضر نفسك بتضر ناديك. طب بتعملها ليه؟ لان انت دلوقتي عايش في زمن الجانب المادي تغلب على العقل البشري، بيأثر على القرار، بيأثر على الفكر. بس ده عند الناس ايه؟ ضعفاء النفوس، مش عند الناس اللي متربيه واكلين كده على طبليه ابوهم وناس محترمه. لا، المحترم هيفضل محترم، واللي انت بقى عايز تتسلق شويه هتطلع فوق، بس بعد ما تطلع فوق هتنزل تقع على رقبتك، هتتكشف. هتتكشف ليه؟ لان جمهور الزمالك ذكي بالظبط، وما يتسابش تاني لحد يجيب باراشوت. دي نقطه مهمه جدا جدا، بحملها مسؤوليه لكل محبي نادي الزمالك والعقلاء واللي عندهم رشد.